يشرفنا جدا ان نلتقي معكم في هذه الندوة المفتوحة مع الشاعر الكبير مينوس آحو. الذين أعدوا هذه الندوة مجموعة من الكتاب والشعراء والفنانين والمهتمين بقضايا شعبنا في المهجر وفي الأوطان الأم. سيم لاليو دميا قرونوثو لشم الفونو أمورو نينوس آحو إحفيتو ثاثي ميساثو درحماث لشونو ومردوثو سوريويتو تكتيو بستوكولم تايبوا. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم هالطلة الرائعة والجمعة الجميلة. حقيقة حين يجتمع الإنسان مع أخيه الإنسان تفوح رائحة الله والطبيعة ويبدأ العناد وتبدأ المحبة تنمو كأزهار الربيع. صالون ديتو دتنستا سمو لبيتو يوثل زد ممو حمشي فرسوفة داثنو لشند مياقر أمورو نينوس آحو. رحب في صديقنا وأخونا الشاعر نينوس آحو باسمكم أيضا نرحب فيه وأهلا وسهلا فيك. أميد السلامة فيك بالأشعار والابتسامة الحلوة فيك. أهلا وسهلا فيك. أحنوني حثثي سيارتم دبرونيثو تودي القدس بقو ميدانو سيحنونو غلبت نوثين وحزينو فثثي من أفراوثم شحلفي. أخواني أخواتي أنا محظوظ جدا أنه أنا أجي ألتقي بوجوهكم النيرة و دائما مالفونو أمورو نينوس أحد كأوش بوثرد أمريكا حما أمور قاموية مشمه دعا ميدانيو وكمحشو مكة ثوي قاموية ديزمورتو سريويتو كتلة غلبة ميمرة وزميروثو هم بلعزو مدنحويو همستن بلعزو معربويو. في سبيل قضية السيفو اللي هي عبارة عن قضية الشعب ما هي انه مشكلة والله قتلوا أبوي قتلوا أمي قتلوا جدي، لا هي قضية الشعب. هالشعب بترعبين بحكياني بأورميا العثمانيين اجوا في 1915 شالوه من جذوره قلعوه من منطقته ولا يصح الصحيح. بقينا 50 سنة نحن مثل دخانين لا قدرنا نعمل مجلة أو نفتح مدرسة. فنحن الحل تبعنا أنه من خلال السيفه نتوحد، لأنه هالسيف اللي إجا ضرب هل الناس ما سألوا أنت سرياني أشوري كلداني أرامي؟ ما سألوا، ضرب كلهم وهدول كلهم شعب واحد بتسميات مختلفة. أم طيبوني دي حفيتو ثاثت كتنة صبري يوسف جابي سارة مارسي منيرتشي وزامورو حبيب موسى طيابولن تحرستو ديلونويتو لوليليانو وشامعيو لترقو مدم قدمو لملفونو نينوس احفيتو ثو دمشاري ولا إشحتو بشو عن دوامو لترتشو او فلقي تبع فريدو الأطورايا توديو لقدام تكتب لمئة سنة أنا بتعهد أنه بحميكم وبعطيكم كل شيء لتصيروا تحموا حالكم كمان مرة مثل ما كنتوا بال 1915 بس بالقرن 21. هذيك المرة نفكر فيها انه دم الشهداء تبعنا، حتى الشهداء تبعنا هذيك المرة بدهم يقولوا إذا هيك نحن بدنا نحمي حالنا ما في مشكلة، بس انه نبقى بهالحالة إذا بقينا بهالحالة عم تشوفوا شو عم يصير بالشرق وبالغرب بده ينقطع الحبل من هون. ما راح السيف اللي صار بال 1915 اليوم عم يداوم علينا بشكل ثاني، هو السيف تبع الذوبان. نحن عم نذوب في المجتمعات الاوروبيه والامريكيه والاستراليه والكنديه. الجيل الثاني 80% منتهي، الجيل الثالث خالص فرطنا. فنحن بدنا رقعه ارض محدده بحدود في أوطاننا اللي كنا فيها، وإذا تركيا تقدر تريد تصير سبونسور لهيك شغلة هذيك المرة نفكر بمسامحتها، ولا لا ما في إمكانية. واللي بده يقوم بهيك شغلات هن اليوث الشباب والشبيبة تبع اليوم
نحن انشغلنا بين بعض نضرب براس بعض بالقال وبالقيل، عوفنا الله تبع بعض. السويد بعرفها من 76 لما كنا بالمانيا، لما كان في بس 50 عائله. هلا اذا شفت اثنين سريان بالسويد لازم تعرف انه في ثلاث احزاب. اذا اثنين عم يمشوا مع بعض لازم تعرف انه في ثلاث احزاب. هالشيء اذا داومنا عليه نحن عم ننقرض. اذا ما فتحنا المجال للشبيبه واذا ما شوفناهم الطريق وكنا عامل مساعد لهم نحن سوف لا تقوم لنا قائمه. نبدا حوارنا بالفولو بسؤال بسيط جدا وهو ان الشعب ينوسح كما هو معروف منبعث من بيئه ريفيه مشبعه بنقاوه الحياه. هل لطفولتك المترعرعه بين سنابل القمح وجمال الطبيعه دورا كبيرا في كتابه الشعر؟ انا ولدت بضيعه قبل كل شيء. هالضيعه هي على خط اشهر خط بالتاريخ واتعس خط بالعالم. هو خط سايكس بيكو اللي قسم بيت نهرين الى اربع اجزاء. معاهده سايكس بيكو قسمت الدوله العثمانيه. كان من نصيبنا انه قركيشامو تكون على خط سايكس بيكو وفي سوريا اليوم، وقلت لك شكرو تكون في تركيا. من البيادر تبع قركيشامو كان عم بطلع اشوف قلت لك شكرو، قلت لك شكرو كل اهلنا واقاربنا، بس كان ممنوع انه نشوفهم او نحكي معهم الا اذا قجر نحن رحنا او هن اجوا. هي كان عم تخلق لي اسئله كثيره وانا صغير، بس بعدين كبرت فهمت انه ايش صار. لانه اجوا شعب قسموه لاربع دول ما حطوه بمنطقه وقالوا له انت عيش. كلكم عم تتذكروا 1919 1923 هذو حالات ولاية موصل وشغلات، وشلون وعدونا انه بدهم يعطونا مكان محدد ودويلة هيك صغيرة وعملنا اللي علينا مع هالشعب، بس خانونا الانجليز، خانونا الفرنسيين، خانونا الالمان، خانونا بالاضافة للعثمانيين. طبعا السيف التركي والخنجر الكردي كانوا من اهم الشغلات اللي بال 1915 عرفونا، خلونا ندوخ 50 سنة. فالضيعة كان في لها تأثير علي. لما كان أروح عملت حكيت قصيدة شلون كان عم بروح على الورز، شلون عم بشوف البطيخ، شلون عم بشوف الجبس، شلون عم نكسر الجبس. عملنا شغلات كثيرة لأنه صفاء الضيعة كان عم يأثر علينا، لدرجة إنه كان في عندنا بيتين يزيديين. هالبيتين اليزيدية بيت بحريكي وبيت خلفه كان عم يحكوا سريان، وأنا صغير عم بحسب إنه قركيشامو ما في حدا بالعالم غير قركيشامو. فبعد ما كبرت فهمت إنه هي مية قصة، مية الدنيا كلها، هي ضيعة هي. وهدول البيتين كان يحكوا سرياني فكان عم بحسبهم سريان. بالآخر فهمت إنه لا، هدول يزيديين. فبالضيعه كنا ضيعه بدك او ما بدك بدها تاثر عليك. وانا برايي انه الانسان ما ينخرق شعر، وانا ما بسمي حالي شعر. انا عندي موهبه، هالموهبه عم بكتب فيها، وبالفعل هالموهبه استعملتها بشغله بامن فيها، لانه انا العمل القومي عم بامن فيه كطريقه حياه، طريقه عيش. واستعملت الشعر بمفاعيله بمقاييسه بكلمه حلوه انه المتلقي يبلعه، فلذلك اجيت كتبت شعر. مثلا لما اجيت كتبت حقصت حيطه شبلت حقله عم اطروفه بزرعان النب عين الشمشو بقرياوته مشتين النب دمعه عيني منهراوته تحوبي حوبه يعب يورق لبابوته. صفاء الضياء، كل
شيء فيه بالضائعة حطيته بها قصيدة. شيء يعني بالمية مية ملبونه بالضيعة هي اللي صنعت. وصفاء الضيعة دائما يعطي انه انت تكون صادق باللي تؤمن فيه. هلا تروح للمدن تشوف انه في فرداويلة عرفت شلون؟ هلا جماعة مدياد دائما تروح لمدياد تشوف يحكوا لك بالصبح وبالشغل وبالهاي بدك تكون جدا حذر. بس بدك تروح من خربانه لمدياد او بدك تروح من ارضه لمدياد تبع ارضه وخربانه يعني بيبقوا بسيطين اكثر. حققت تطلعاتي؟ لا. بس ليش كتبت شغله بآمن فيها؟ انا آمنت بالعمل القومي وردت انه الشعر يكون واسطه انه الثاني يبلعه واقدر اتفاهم معه بعد ما يتلقى الافكار اللي عم بكتبها بشكل شعري. وبلشنا نحن بالقامشلي اليوم اللي كان مثلا العرس كان يكون سرياني، الدقيق يكون ارمني، والغناء يكون كردي. ارام كلت كنت اعرفه وارتحم الله يرحمه راح لاربينيا. بالقامشلي العروسه تبعنا كان يسيروا يجيبوه يغني كردي او عربي والعرس سرياني. ليش بدنا نكون مثل القطط قدام العالم الغريب بس نحن جبابرة على راس بعض؟ يكفي، لانه اولادنا عم يهربوا مننا بدك او ما بدك، لانه عم يشوفوا نحن بايش حالنا، نحن براس بعض اولادنا عم يهربوا منا. خلونا نفكر شوي، واذا عم نحب اولادنا، اذا نحب اولادنا يبقوا لنا وما يذوبوا ما يروحوا عند الغريب، تعاو نحب بعض ونشتغل مع بعض ونفسح لنا المجال انه يبقوا معنا. ملفونو، انت بصفتك شاعر وانا لاحظ الشاعر والكاتب والفنان وكل مثقف يعني تقريبا بشكل عام خارج اطار العمل داخل اي مؤسسات شعبية، فما رايك بتاسيس اتحاد الكتاب والشعراء والفنانين السريان والاشوريين، السريان الاشوريين الكلدان، لعل وعسى يكونوا نواه لتفعيل المؤسسات بشكل افضل؟ لانه نحن مشكله التسميه عم تخلق لنا كثير مشاكل. هلا في خمس اتحادات بالعراق الحالي: اتحاد السريان الكلدان، اتحاد السريان، اتحاد الكلد الاشوريين، اتحاد الاشوريين، كلنا الكتاب هذول يا فخمس ست اتحادات، وبجميع انحاء العالم بده ينخلق هالشيء. فانا قلت له خيو شو رايك نعمل هالشيء؟ قالوا له ملفون انا سلفا في عندي ثلاث صفحات تبع النظام الداخلي ايام زمان كنا عم نحكي فيه. قلت له خيو بالمبنى تبعكم راح نعلن سويه انه فكره جدا كويسه انه يكون اتحاد للكتاب تبع شعبنا، وبالتسميه ما راح نخلط حالنا، نحطه اتحاد كتاب حمورابي، اتحاد كتاب ميزوبوتاميا، اتحاد كتاب بابل، اتحاد كتاب نينوى، اتحاد كتاب شغله ما نتقاتل عليها، عرفت شلون؟ وهذا ابارك لكم الخطوه، ومن هنا اعلن انه راح تكون فكره كثير كويسه انه يكون لجنه تحضيريه برئاسه ملفونو الصبري يوسف لخلق اتحاد كتاب لشعبنا. القصيدة هاي بحبها كثير من القصائد اللي كتبتها، مميزة عندي، كتبتها في لبنان سنة 73. كان ظهري لجبل لبنان ووشي كان على البحر الأبيض المتوسط، قاعد على حجرة في شاطئ جوني، إجا البلد لبالي، رد أتغزل بالبلد، شبهت الأمة ببلد، ما طلع معي غزل، طلع معي غزل مع الأمة، قلب حبثت حيط، شبلت حقلو عم أطروفي، قزوران النب بعيني تشمشو قرية ووفي، مشتين النب دمعت عيني من نهر ووثي، تحوبي وحوبي يوعي ويورق بليبا ووفي، حبيب ديفي بريثو كولا نولا، يا
يزغر تيبي أرعو كولا بارم نولا إلو قولو تقول سيوثي لو شامانو وقرم البرغل خد قابينا لو لاقينو أشو يهاوا وكتو مينخ منطيل علي مو علمانو لغلمو حرينو مشفع لالي حلمو وينو ينمع حيسو لكو دارو بوشو فريدخ وفاتونو قدروينو كوسط حمرو عمتين انتو لكبونينو هل هلدوثي يومو أحطت مرقي ويشبلو ديروو وإيقورستو ميشحلفو الصحرو عنوو ويتين انتو الشمع رابو شروو دهو دهو بحرو دهو شهرو دهو حزو الشاعر دائما هو ضمير ووجدان الأمة. شلون البقية بيحسوا قبل أي إنسان تاني بيحس بمشاكل هالأمة، بيحس بوجدان هالأمة، بيحس بشغلات الإنسان العادي ما بيحسه. الشاعر بيكتب شغلات بيحس فيها هي دواء لهذا الشعب. خلال التاريخ العربي كلنا درسنا شفنا مثلا النابغة الذبياني وشعراء تانيين عمر القيس وغيره أرشلون وبعدين بالعصر القرن العشرين أبو القاسم الشابي وشعراء تانيين ومنهم نزار قباني والبقية شلون حكوا ضمير الأمة. نحن بالنسبة لشعبنا كتبوا الشعر كله بالأدب الإلهي بالأدب المسيحي. يعني بتاخذ مار ميخائيل رابو بتشوف انه كتب شعر، ابن العربي كتب شعر، يعقوب الرهاوي كتب شعر، هذول الأسماء، يعقوب السروجي كتب شعر، هذول الأسماء الكبيرة اللي تقيلة كلهم كتبوا شعر، بس كتبوا شعر طبعا بالإلهيات، مريم الخضراء، بالمسيح، بالصلاة، بشغلات تانية. بحارتو دلاليانو دمي قرونو ثو بممرد ميريم قادم إلي ورد وشوكون دوي قرو محاضيري وحور أيضا دانييل شابوستن سملة مقبلونو ثو عم الفونو نينوس أحو أمام طيبوني دلاليانو. فنحن عم نحاول أن نفعل هالشي أنه الإنسان الشاعر في المجتمع السرياني يكون عنده مجال أنه يفعل هالشغلات ويقدر يعطي شغلات ويشعر بشغلات قبل غيره يعطيها للمؤسسات الثانية انه يحسوا فيها ويعملوها. لبي معلقو بو افريد خوم ثيدي لبي معلقو بو افريد خوم ثيدي حوقف محيدو عمود ميدي والرق شيدي فش لعدامو فش لعدامو اثمان رتولو عاميدي مع افريدخ مع فريدخ جبيل برنوشو وقامويو وما الفوني ممر أفرم البرع برويو تيحي إيلخ لوش ميدخ أسر يويو ميلخ بدلن إي محليثو وقليونو ميلخ بدلن إي محليثو وقليونو كثولا بيدا أنو موسى وكل قانونو ويمردوثو وعثوثو ومكتب زبنو شهد أعلن طرد عبد ومدينوثو بشمخ حليو بمقرأينا بكل فنيوثو باصر يوي أبثلو يبشبهروثو وتوليدو. فروني نوس من يورق شيدوخ اد يوم بثر مد مقدر لوخ ميقر لوخ اسع ثاثي الرق شيدوخ مني مك ما حسد تودي حور دانييل ميد مفصحونه انه وعا ميدا رغش لانه لازم اورد قد محتي وعلو قورو كاثو وبلي وهي حايو هانو ميد مفصحونه وميد ذتري انه هانو كتوي وشورويو ليعلي موثو
تكم هيمنو انه يعلي موثو لازم متهويلا مفتاح لا ودربه وما يدو اشمو ما مو يقرط كيتو على كتفو ثينا واعلي ماني مشارلي بيفسعتو قاميتو وكتلي سبرو انه مدومي وصفرو حزينو حيوذو كثوبه دعا ميذا وحزينو حوبو وزرعينا سبرو وهانو وكاثو وميدت كوسويم وتودي الخستين حضيروتو مداوم خو هركي غلب فصيحوين ابو ميدة تسمي وقتوينو فصيحو زتر مدومي بو ميدانو بدعتيث فرجونا ما يقري كيتو اعمي ايشاثم طيبونيثو دو يقورو دو تكريم كمينة ملفونو نينوس احو كبينا ادو شمينا مني كل حاطرو مر اشمي ومنيو وسبب ترى الخوسميتو يقورانو الحاكاثو منا بني دعام ميدا مشارينا مو يامينو دمت اشمخ ومنيو وظيفة حبيب موسى زامورو احنا سملا انه ميدانا خد دوستي قاميتو تقدرينا مقدمينا خد مرلي بالفون رابو نعم فايق وردو لو برنوشو تكلتيو بحاي ودلو مقدمينا لي الفايو دوردي بثر مو موتي دي وملفونو نينوس احو ملفون رابو فلحلي خد أغنصتو بينو عميدان وكوشوي لو ميدانو وهانو ميدي اشمو تسملن إيلي وإن شاء الله تقدرينا مكاملينا ودربو تودي ساقي شكرا كتير لسورويو تيفي انو لبيتن دعوتنا وجيتو وحضوركم كان كتير حلو معنا مبسوطين كتير فيكم وفي كل اللي كانوا موجودين انا من مؤسسين هاي الندوة أحد المؤسسين في هذه الندوة وأتمنى أول خطوة كانت إيجابية الحمد لله أنا مبسوطة منها بوجود ملفون ونينوس آحو وهذا طبعا تشجيع قوي لأن كرمال نكفي الخطوة الثانية إن شاء الله ينجمع شعبنا كله سرياني آشوري كلداني آرامي إنه نقدر نحاور بعضنا بالمستقبل ونقدر نعمل شيء لشعبنا ونتحد أنا اسمي جابي سارة فنان تشكيلي أحد المنظمين للندوة هاي طبعا اجتمعنا كأصدقاء نرحب في الملفون ونينوس آحو ونكرمه بحضور مجموعة من عدة الاتجاهات والتيارات والمنظمات الموجودة بالسويد دعينا الكل بدون أي استثناء وكانت هاي الخطوة الأولى أنه نقيم ندوة يشترك فيها الكل ويشاركوا بآراء وأفكار طبعا استمتعنا بكتير حضور الرائع اللي إجا عنا كتير وهذا كانت خطوة إيجابية منن ونشكر التلفزيون سوريو تيفي كمان ساعدنا بحضوره وتغطيته الإعلام هذا الندوة هي أهدافها أنه نحن نجتمع حول يصير عنا حوار مشترك من كل الاتجاهات سرياني آشوري كلداني كل المؤسسات الموجودة نقيم عمل واحد مشترك يكون كبداية للتعاون وللاتحاد وللعمل المشترك الجميل وطبعا أنا والأخ صبري يوسف الشاعر والأخت مارسيل والأخ حبيب موسى عددنا للندوة هاي وكان الحمد لله حضور جميل من كل الاتجاهات وأعتقد حققنا الهدف الأول هو أنه اجتمعنا وتحاورنا أكثر من 3 ساعات شكرا لكم كتير وشكرا كمان للمستمعين ونشكر دائما حضوركم الطيب معنا قبل ما أجاوب على سؤالك أريد أقول أنا اسمي صبر يوسف أول من ظهر على تلفزيون سورويو تيفي بالقسم العربي وقدمت أكثر من 22 برنامج باللغة العربية مع الكتاب والشعراء والفنانين والمؤرخين والمثقفين والمهتمين بقضايا شعبنا بالحقيقة فكرة التواصل مع شعبنا كانت موجودة عنا منذ أكثر من 2-3 سنين تقريبا ولكن الموضوع تم تجميده أو تعليقه إلى فترة أخرى فالسيدة مارسيل منيرتشي والملفونو حبيب والملفونو جابي سارة أو حضرتي ارتأينا أن ننتهز الفرصة بوجود الملفونو نينوس آحو للحوار مع الآخر لأن نينوس آحو هو شاعر كبير وبنفس الوقت اشتغل بالجانب السياسي ولاحظ هو عنده اهتمامات باللقاء والحوار مع كل فئات شعبنا لأن نينوس آحو
هو حلقة الوصل مع كل فئة شعبية. ونحن كجهة معدة لهذه الندوة جهة حيادية مستقلة تماما، هذه الجهة تتواصل وتحترم كل فئة شعبنا، الآشوري، الآسوري، السرياني، الآرامي، الكلداني. أنا ما أختلف ولا اللجنة تختلف على التسميات، ولكن نحن نختلف على عدم على موضوع عدم الحوار. نحن نطالب بالحوار ثم الحوار ثم الحوار، لأنه من خلال الحوار نستطيع أن نحقق المزيد والمزيد. حوار التسميات المتعددة، الحوار عبر الفضائيات، الحوار عبر الكتاب، الحوار عبر المؤسسات، عبر الأحزاب، لأنه لا يمكن نتقدم خطوة واحدة بدون الحوار. أنا من خلالك أصبح قويا، وأنت من خلالي تصبح قويا. فأشكر سوريا تيفي مرة أخرى لتلبية رغبتنا وتغطية هذه الندوة المفتوحة، ونأمل إعداد ندوات أخرى في سبيل تفعيل الواقع الذي نعيشه من أجل الوحدة والتلاحم وتحقيق الاتحاد، لأن في الاتحاد قوة. وشكرا لحضوركم.